السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني في كل مكان، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الجمع المبارك، وأتشرف بأن أقدم بين يدي حضراتكم نبذة عن هذا المشروع. مشروع ديكسن هو مشروع تجاري، مشروع تجاري ذكي، نعمل عمل عصري دولي حر مرن، دخل شهري متصاعد، وربما إذا إن أسعفتك الظروف وعملت بشكل جيد أن تصل إلى مراتب كبيرة ودخل عالي بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك تعمل مع أكثر من 7 مليون عضو منتشرين في 170 دولة حول العالم في هذا البرنامج اللي هدفه الرئيسي تحسين صحة الناس وتوفير دخل عالي بيضمن لهم الاستقرار المعيشي وبيضمن لهم الحياة الكريمة. فأنت الآن مع مشروع بدون أي استثمار، بدون أي ريسك، بدون أي مخاطر، يحتاج منك فقط أن تفهم مفاتيح النجاح مع هذه الفرصة، وعلى بركة الله يا أخواني ننطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أيها الأخوة الكرام والأخوات الفضليات أن الاقتصاد العالمي يمر بتوجهات جديدة تبعا للأزمات التي تعصف في كل هذا العالم. لذلك هذا الاقتصاد مبني حقيقة في الوقت الراهن وينمو بشكل كبير مع المشاريع التجارية الذكية. وإذا أتكلم أمام حضراتكم فإنني سأتطرق إلى مشروع تجاري ذكي مع شركة دي إكس إن، هذه الشركة العظيمة التي بلغت سمعتها الآفاق وبلغت مرتبتها 22 من ضمن آلاف شركات البيع المباشر. نعم، مع دي إكس إن كن مستثمرا ذكيا صحيا، فأنت ستطرق باب الذكاء مع هذا المشروع الضخم، لأنك ستكون مستثمرا ذكيا وستكون مستهلكا صحيا. مع دي اكس ان بإذن الله تعالى ستبلغ الثراء الشامل، وهكذا أحببت أن أطلق هذا المفهوم في ربوع دي اكس ان العالم. نعم، وأنا متيقن بأن دي اكس ان هو مشروع تجاري، ليس جمعية خيرية، هي تجارة قوية، وإذا أتقنتها وأحسنت السعي معها بطريقة ذكية لا شك أنك ستصل إلى الثراء الشامل. ماذا أقصد بالثراء الشامل؟ الثراء الشامل مع دي اكس ان بفضل الله سبحانه وتعالى أنت ستكون ثريا من الناحية الصحية، الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية، وأيضا ستكون ذكيا مع المال ومع الثراء المالي بإذن الله تعالى من خلال هذا النظام الذكي، هذا النظام الذي يوصلك إلى أهدافك المالية، وأيضا ستكون ثريا من الناحية الذاتية ومن الناحية الأسرية، وستكون بفضل الله سبحانه وتعالى مترفها وتسافر ويعني تدور الدنيا مع هذه الشركة العريقة. نعم، ثراء اجتماعي بفضل الله سبحانه وتعالى، تطور علاقاتك في كل الدنيا، وأيضا ثراء علميا وفكريا. وأقول لإخواني أعضاء دي إكس إن، كم تطورتم في الجانب العلمي والجانب الفكري والتعليمي مع دي إكس إن من ناحية التدريب والتطوير، أيضا الجانب المهني والثراء المهني، فأنت مع صناعة مهمة هي صناعة القرن 21، يقول عنها كثير من الاقتصاديين أنها صناعة مهمة جدا وكبيرة. وأخيرا الثراء الروحاني، هذا الثراء إذا أتقنت ووجهت بوسط قلبك إلى الله سبحانه وتعالى لا شك ستأخذ الأجر والثواب. شكرا لكم، وكونوا معنا مع الثراء الشامل في دي اكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي شركة دي اكس ان؟ الآن الكثيرون ربما يعني يريدون أن يفهموا ماذا تعني هذه الحروف. الحقيقة إخواني، شركة دي اكس ان هذه الشركة الماليزية العالمية تأسست قبل 25 سنة، بالضبط في عام 1993 تأسست هذه الشركة، وهذه الحروف الحقيقة لا تعني شيء يعني مجتمعة، وإنما بلغتهم تعني الجدير بالثقة هكذا. فهذه الشركة قبل 25 سنة وجدت بفضل الله سبحانه وتعالى ونمت في العالم
الآن هي شركة عالمية قوية جدا، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني لها مجلس إدارة ناجح في ماليزيا، لها جمعية عمومية، وأيضا تسمى دي إكس إن القابضة، فهي تستثمر في مجالات وقطاعات كثيرة، منها قطاع الصحة اللي إحنا بصدد الكلام عنه إن شاء الله في هذه الأمسية، وأيضا تستثمر في السياحة وفي التنمية العقارية وفي الطاقة المتجددة. الشركة الآن انتشرت في كل القارات، وصلت إلى أكثر من 170 دولة، ومرخصة بشكل رسمي في 85 دولة حول العالم تقريبا. يعني على سبيل المثال عندهم بأمريكا أكثر من 50 مكتب للشركة، عندهم بالهند حوالي 1000 مكتب، عندهم في أستراليا وفي أوروبا حوالي 15-16 مكتب، في جنوب شرق آسيا، في الخليج العربي مغطى بشكل كامل، في الشرق الأوسط، وفي دولنا العربية بفضل الله معظم الدول العربية الآن موجود هذه الشركة. وهذه الشركة يعني عندها منتجات صحية سنتناولها إن شاء الله ونتكلم عنها، وعندها أيضا نظام مالي للأرباح، نظام تجاري في صناعة تسمى صناعة البيع المباشر، وأيضا سيكون عندنا إن شاء الله بعد غد الكلام عن هذا النظام، وغدا سنتكلم عن المنتجات وفوائدها واستخداماتها، لكن سنعرج اليوم بشكل سريع بإذن الله تعالى. فهذه الشركة ونظامها مصمم للنجاح، لمن يريد أن ينجح مع هذه الشركة ينجح صحيا وينجح ماليا وينجح اجتماعيا بإذن الله تعالى بعد توفيق الله. وأرجو الله سبحانه وتعالى يا أخواني أن يكون هذا المشروع التجاري يعني مطية لنا النجاح في الآخرة أيضا، لأنك ستترك بصمات أيضا في هذه الدنيا، ستدل الكثير من الناس حول العالم أن يكونوا أحرار صحيا، أن يحققوا دخل عالي، سيستفيد الكثير من المرضى يعني بإذن الله تعالى، سيستفيد الكثير من الأصحاء بالحفاظ على صحتهم، أنت ستنشر ثقافة جديدة أو ليست جديدة، أقصد ثقافة معدومة في مجتمعاتنا حقيقة، ثقافة الوقاية الصحية ستدل الناس على خير كبير كيف يحفظوا أجسادهم، ستدل الناس على فرص عمل، توجد فرص بأوقات الفراغ للناس، تساهم في القضاء على البطالة، تساهم أيضا في بناء النسيج الاجتماعي بين الناس. نحن الآن بفضل الله عندنا آلاف الناس والأعزاء والأصدقاء حول العالم، وربما بعضهم لم نقابلهم، وإنما فقط عن طريق التواصل الاجتماعي. فيعني حقيقة فرصة غنية يا أخواني، أرجو من حضراتكم أن تعيروا لها قلوبكم وأسماعكم، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني فيها من الثراء الروحاني والله ما يعجز اللسان عن الكلام به. فإن ربي قبل منا هذا المشروع، مشروع نهضوي، مشروع تجاري حقيقي لبلداننا، والله لكفانا بإذن الله تعالى. أرجو الله لي ولكم كمال التوفيق. ما من شك أيها الكرام، يعني لو تكلمنا عن قوة شركة دي إكس إن، أكثر ما يلفت الانتباه بأنك تتكلم عن شركة راسخة، شركة قوية، شركة ممتدة، شركة عندها ديمومة. وحقيقة هذا المعيار اللي بيسموه الآن sustainability، اللي هي الديمومة والاستمرارية، هذا أكثر ما يعني تبحث عنه الآن المنظمات والشركات، تبحث عن معايير لأن تثبت في الأسواق وتثبت في على مر السنين. وبالتالي أنت بفضل الله سبحانه وتعالى ستعمل مع شركة عالمية راسخة في السوق العالمية، عندها رؤية واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال الحرية الصحية والحرية المالية وحرية الزمان والمكان اللي بتقدمها لأعضائها. فأنت الآن مع مشروع تجاري حر، يعني كما نسميه own business، هو سيبقى معك لك ولأولادك ولمن بعدك. فمع دي اكس ان بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ستتمتع بصحة جيدة من خلال منتجاتها العضوية الصحية الطبيعية، أيضا هذا النظام وهذه الشركة تقدم لك الحرية المالية أو التحرر المالي من خلال نظامها المالي الراقي الرائع المانح، نظام العمولات والمكافآت خاصة لأولئك الذين بإذن الله تعالى يعني سيعملون بطريقة صحيحة. سيوفر لك هذا المشروع دي إكس إن أيضا حرية الزمان والمكان،
أقصد أنك ستسافر إلى كل الدنيا مع الشركة، شركة بفضل الله تقدم يعني دعم عالي وفرص قوية لمن ينجح معها بإذن الله تعالى أن يسافر وأن يستمتع وأن يرى حضارات جديدة ويقابل ناس جدد. وحقيقة مع دي إكسن سافرنا بفضل الله العديد العشرات من الدول، وتعرفنا على الكثير من الشعوب والثقافات والإخوة. لذلك هذه الشركة ستوفر لك يعني الكثير من المنح والفوائد، فضلا عن منتجاتها الرائعة اللي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى سهل أن تقوم بتسويقها، لأنها منتجات استهلاكية عالمية متنوعة ذات جودة عالية، يعني أيضا نادرة، يعني ستعمل أنت بمنتجات ذهب كما يقال، وسوقها كبير بفضل الله. أنت لا تتاجر مع شركة والله عندها منتج يستخدمه الناس كل 5 سنوات كل 10 سنوات أو لا سمح الله ضار، لا، أنت تستخدم مع منتجات طبيعية مفيدة، بل والله ستكسب الأجر والثواب إن يعني نيتك إن شاء الله تعالى نشر هذا الخير، أنك تريد أن تنشئ مجتمع صحي، أن تدل الناس على منتجات صحية مفيدة. لذلك عندك سوق كبير بفضل الله، منتجات دي اكس ان ايها الاحباب الكرام يستخدمها الصغير والكبير، الذكر الانثى، الحاكم المحكوم، المريض الصحيح، كل الناس، لانه عندهم اكثر من 120 منتج استهلاكي من لما تصحى من الفجر حتى اطال الله عمركم الى القبر. يعني منتجات من الصابون الى الشامبو الى معجون الاسنان الى القهوة الى التجميل الى المكملات الغذائية الى المنتجات المنزلية، فانت منتجات راقية تستفيد منها، وأيضا تبدأ بدلالة الناس عليها وفق نظام تسويقي يسمى البيع المباشر، نظام راقي جدا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد غد. هذه أيضا هذا النظام يورث، يعني أنت عندما تعمل مع دي إكس إن وتبدأ يكون عندك عمولات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ننجح جميعا مع هذه الفرصة. فإن غادرت هذه الدنيا وكلنا لا مغادرون لا محالة يوما ما، فتورث لأولادك لأبنائك، يعني يبقى عندك نظام تقاعدي طول الحياة، وهذا ثابت ومستمر ومتزايد بإذن الله تعالى، هذا الدخل الذي ستتركه لمن بعدك. وأيضا الشركة بفضل الله يعني من 25 سنة من 93 لما تأسست ما تأخرت يعني عن دفع العمولات للأعضاء، عندها مفهوم التنين الأوحد، لأنه هي شركة بتنجز الخطوات كلها العملية من الزراعة للتصنيع للتسويق تحت سقف واحد. وأدعو حضراتكم أيضا إن شاء الله تعالى لحضور زيارات الشركة وللتعرف وعرف على مزارع ومصانع دي إكس إن، وحتى يعني تزداد يقينا بعد يقينك على الذي دلك على هذه الشركة، تزداد يقينا بأنك سترى بأم عينك ترى التصنيع وترى الجودة وترى المنتجات. فإذا هذه الشركة ثابتة ومستمرة ومستقرة بفضل الله سبحانه وتعالى، عندها نظرة ثاقبة، فيعني تعيش الديمومة بكل معانيها صراحة هذه الشركة. وأيضا يعني للأخوة الفنيين ينبهرون بما تستخدمه الشركة من تقنيات حديثة في التصنيع، تستخدم تقنيات النانو، تستخدم تقنيات يعني الذكاء الاصطناعي، خطوط إنتاج كلياتها مؤتمتة وغير ذلك من هذه الأمور التي يفهمها المهندسون. ثم أيضا مفهوم السعر مناسب جدا مقابل الجودة التي تعمل بها، الشركة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عندها أسعار مناسبة جدا لما توليه من جودة، لأنه فلسفة الشركة قائمة على يعني فكرة ضمان تكرار الشراء، فالشركة ذكية بهذا الجانب حقيقة، لذلك تهتم جدا بمنتجاتها بجودة هذه المنتجات، وهذه المنتجات ستكون بمتناول الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنك إن عملت بنظامها المالي ستأخذ هذه المنتجات مجانا بعد فترة قليلة ربما شهر أو أقل أو شهرين، وبعدين ستبدأ تربح من خلال هذا النظام، وبعد ذلك ستصبح من الأثرياء.
شركة بفضل الله سبحانه وتعالى عندها يعني جودة عالية بمنتجاتها، منتجات بتبيض الوجه يا أخواني. فلذلك من يعمل مع هذه الشركة يعني يقبل عليه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس كالمندوب العادي، مندوب المبيعات اللي أحيانا يسوق منتجات غير جيدة مثلا، فبتشوف يعني يبدأ يستجدي ويبدأ ينزل إلى السوق، وأحيانا بعضهم يعني حاشاكم يضطر لأحيانا التزوير وقول غير الحقيقة في يعني للكلام عن منتجاته. لا، أن نحن يا أخواني المنتجات ناطقة ولسانها فوائدها، حاصلة على شهادات كثيرة، الايزو 17025 9000 to 14001، شهادات الاوشاس، الجي ام بي، تي جي اي، كل الاخوه الخبراء في الجوده والمهندسين بيفهموا هذه الشهادات، شهادات حلال لكل منتج من منتجاتها، شهادات كثيره الحقيقه. ويعني نحن مبهورون من قوه هذه الشهادات وجوده هذه المنتجات. فالشركه موجوده بفضل الله 170 دوله حول العالم يا اخواني، ليست دوله او دولتان، وكبريات الدول وعندها حجم مالي ضخم، عندها قاعدة مستهلكين وأعضاء أيضا حوالي 7 مليون، وتجاوزت 7 ملايين مسجلين في أنحاء المعمورة. لذلك أنت مع شركة قوية مستقرة بفضل الله، موجودة من 25 سنة، عندها خطة مالية، عندها مبادئ، عندها فلسفة، وعندها قيادة حكيمة أيضا في إدارة عملياتها. هذه الشركة بقيادة الدكتور ليم سيوجين صاحب الشركة ومؤسسها وصاحب أكبر أسهم فيها، فله الرجل باع طويل في مجال الطب البديل وأيضا في مجال التصنيع. أضف أن هذه الشركة يا أخواني بفضل الله الآن ترتيبها من بين عشرات آلاف شركات أصبحت 22 حسب منظمات البيع المباشر اللي بتعمل مفاضلة بين الشركات. فأنت تعمل مع شركة قانونية أيضا شرعية بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني كثير من العلماء أفتوا بحلية نظامها. هذه الشركة أيضا قانونية مسجلة في الدول التي تعمل بها. ما عليك يا أخواني إلا أنك أنت تشمر عن زنود الهمة وتفهم هذه الفرصة وتخصص وقت من وقتك الكريم بعد ما أنت ترتب أولوياتك لأهلك ولعملك ولعبادتك ولإخوانك وزياراتك وأقاربك وأهل بيتك. أنت الآن رتب جزء من وقتك حتى تعمل مع هذا العمل الحر، وبالتالي بإذن الله تعالى يعني تحقق دخل عالي، وهذا الدخل يتنامى معك. فأنتم يا أخواني مع شركة قوية جدا، فلا تفوت هذه الفرصة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا حتى نفهم الفرص، فالفرص تمر مر السحاب. ما من شك ولا ريب أيها الأحبة الكرام بأن الحياة من حولنا أصبحت تعج بالتلوث على جميع المستويات والأصعدة، وكذلك هي مليئة بالملوثات البيئية، بعضها نراه بالعين المجردة وبعضه لا نراه إلا بالمعرفة وإعمال العقل. هناك تلوث على جميع الأصعدة، تلوث في الهواء، تلوث في المياه، تلوث في الغذاء، تلوث في التربة، التلوث البيئي، العادات الصحية غير الصحيحة، غذاء مليء بالسموم، عادات صحية بائدة. ولا بد إذن مع كل هذا إلى عودة سريعة إلى حياة سليمة ونمط صحي راق. إن العلم الحديث أيها الكرام أثبت بأن معظم المشاكل الصحية مرتبطة بسلامة الخلايا، لذلك هناك خلل حقيقي في نشاط الخلية يكون من خلال أمور أذكرها لكم، هي تراكم السموم في الجسم، ثم الخلل الغذائي، قلة النشاط الحركي، الضغوط النفسية والحياتية، فقدان التوازن في وظائف الأعضاء. لذلك حري بكل واحد منا أيها الأحبة الكرام أن يوجد آلية تقوم بالوظائف التالية مجتمعة. لا بد من تعويض الخلل الغذائي من خلال غذاء متوازن، أكسجين، ماء نقي. لا بد من تنظيف الجسم من جميع السموم المتراكمة، ثم نقوم بموازنة جميع وظائف أعضاء الجسم.
السؤال الكبير هو هل نستطيع الهروب من تلك الملوثات، من ذلك التلوث، من تلك السموم المحيطة بنا من كل جانب؟ قطعا لا. السؤال الثاني هو هل يمكن التخفيف من أثرها؟ نعم قطعا. لذلك نحن نقدم لكم DXN رفيقا للصحة والحياة. الغذاء أيها الكرام هو أساس الحياة، والحمية هي أساس الصحة. يعني بالواقع إذا ذهبت تتكلم عن منتجات DXN فإنها منتجات ناطقة لسانها فوائدها، ما أحد يجرب هذه المنتجات بفضل الله سبحانه وتعالى إلا يسألك عنها، إلا يعني يريد أن يشتري هذه المنتجات. منتجات قوية متنوعة، عندهم مكملات غذائية مفيدة جدا، يعني هذه المكملات عالية الجودة، عالية القيمة الغذائية، مواد فيها مضادات أكسدة لرفع المناعة، لطرد السموم من الجسم، لموازنة وظائف أعضاء الجسم، فهي تساهم بشكل كبير على حل المشاكل الصحية، تساعد دواء الدكتور وتساعد الطبيب على التشافي، بل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كثير من المرضى تشافوا وتعافوا بفضل الله وباستخدام هذه المنتجات الطيبة. فإذا مكملات غذائية، عندهم أيضا منتجات العناية بالبشرة، صابون طبيعي، شامبو، معجون أسنان، زيوت، كريمات، عندهم منتجات تجميلية راقية لأخواتنا النساء حتى للرجال حقيقة، فصناعة الجمال أصبحت يعني صناعة مرغوبة ومطلوبة في كل آن وفي كل حين، كل الناس تبحث، وهذه فطرة البشر. فمنتجات راقية مفيدة جدا سبحان الله، ويعني مكوناتها ممتازة. عندهم أيضا منتجات وعصائر صحية من أنواع كثيرة، من أنواع القهوة الطبيعية قليلة الكافيين، وفيها أيضا مغذيات وفيها يعني فيتامينات، فهي قهوة صحية. وعندهم أيضا بعض المنتجات المنزلية وفلتر لتصفية المياه وكثير من المنتجات، حوالي 120 منتج الآن في ماليزيا. فهذه هذا الأساس في عملنا، أننا نسوق منتجات صحية استهلاكية مفيدة معقولة الأسعار. الآن أيها الإخوة والأخوات، بعد أن استعرضنا بشكل سريع منتجات DXN، وطبعا هناك محاضرات متخصصة من قبل أخصائي الأغذية والصحة الذين يتكلمون عن كل منتج بحد ذاته مع مزيد من التفصيل والشرح العلمي الوافر والوافي. لذلك قبل أن أدخل مع حضراتكم إلى الجزء الآخر من محاضرتنا، وهو تحقيق الدخل والعمولات مع DXN، أود أن أسأل حضراتكم، هذه المنتجات أيها الكرام كلنا نستخدمها، كلنا نستخدم الصابون والشاي والقهوة ومعجون الأسنان، وكلنا يهتم بالجمال وصناعة الجمال ومنتجات التجميل، كلنا يشرب قهوة، كلنا يهمه صحته وإخراج السموم من جسمه حتى يتمتع بجسد مثالي ويتمتع بصحته ما كان حيا في هذه الدنيا. فهذا أيضا يساعد بشكل كبير إذا أردت العمل مع شركة DXN أن يكون عندك هامش سوق كبير. فهذه المنتجات أيها السادة يستخدمها الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحاكم والمحكوم، والمريض والصحيح، فهي منتجات لكل الناس، منتجات استهلاكية وغذائية وصحية رائعة، تساعد المرضى لكي يتشافوا مع استخدام الأدوية الخاصة بهم ومع يعني إشراف أطبائهم، لكن هذه منتجات صحية غذائية مفيدة بشكل كبير، تحاصر المرض، وبإذن الله تعالى يعني كثير من المرضى استفادوا من هذه المنتجات. لكن الأهم من ذلك
هو الناس العاديين الذين يحافظون على أجسادهم وأيضا يقيهم من شر الوقوع في الأمراض الكبيرة. لذلك نحن نتكلم عن منتجات وقائية ذات قيمة علاجية عالية، مغذية استهلاكية، فكل الناس تحتاجها. إذا أنت عندك سوق وافر للعمل مع هذه الشركة، فلا بد أن تكون يعني مستثمر حكيم. إذا كنت مستهلك حكيم مع هذه المنتجات، انتقل إلى المرحلة الثانية بحيث تستفيد منها ومن نظام هذه الشركة، وتحقق مع شركة دي إكس إن دخل عالي وعالي جدا مع المستقبل بإذن الله. طيب، لماذا أستهلك هذه المنتجات؟ أكيد يا أخواني ذكرنا أنها منتجات صحية وذات جدوى وفوائد جمة ومصادق عليها عالميا وعندها شهادات، والشركة تفيدني أيضا، تعطيني مكافآت وعمولات. إذا فهمت هذه الفلسفة أن منتجات صحية جيدة جدا، وأيضا هناك فائدة مالية من وراها من خلال برنامج مكافأة النقاط، فإذا الدخل والعمولات تزداد معك يعني بشكل مستمر، فإذا انخرط في هذا النظام التسويقي الراقي، واعمل بأوقات فراغك مع شركة دي إكس إن لتحقق المزيد من الدخل بإذن الله تعالى، وقد يتنامى هذا الدخل مع الزمن يصل إلى رقم كبير، وسنتطرق بالتفصيل لهذا الجانب.